البداية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسمو الشيخة فاطمة رئيسة الاتحاد النسائي العام، وذلك للمساهمات الإنسانية والخيرية لدعم هذه الفئة من الذكور والإناث من النزلة والنزيلات في المؤسسات العقابية. طبعا بناء على التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي والاتحاد النسائي، تم إنشاء مشتل زراعي للنزيلات في سجن النساء بإدارة المؤسسة العقابية، وهي بيوت زراعية شبكية مغطاة يزرع فيها الخضروات والفواكه والزهور، حيث تم الاتفاق على مشروع مماثل في أحداث المفرق لفئة الذكور. طبعاً بعد ذلك قام الاتحاد النسائي بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الذي قام بزيارة المواقع المقترحة في شهر نوفمبر 2020 وأصدر تقرير فني خاص بهذا المشروع. طبعاً توجد بعض الأهداف والفوائد لهذا المشروع، من ضمنها طبعاً تطوير وتوسعة برامج التأهيل والإصلاح لزيادة ثقة المجتمع بالشرطة، تحسين نفسية النزيلة وإيجاد متنفس للتفريغ لأهمية دور الارتباط بالنباتات والبستنة. طبعا بعد توجد مساعدة للنزيلات في تأسيس مشروع صغير بعد الإفراج، حتى يتم تدريبهم على مشروع تنسيق الأزهار وزيادة الاهتمام بفئة النزيلات الذي يأتي تحت مندرج مع توجهات الدولة في تمكين العنصر النسائي وزيادة الفرص التساوي بين الجنسين. طبعاً بيكون عمل في المشتل الزراعي ما بين 15 إلى 20 نزيلة في المشتل الواحد، وبالتالي سيتم منح النزيلات العاملات في المزرعة أجر يومي مقرر عن أيام العمل. في هذا الصدد سوف يتم تدريب النزيلات على مهارات زراعية مثل البستنة والعناية بالمحاصيل، وتساهم طبعا مهارات وخبرات بعد الإفراج عنهم في الحصول على فرص عمل والاندماج في المجتمع.